في جزء البودجت لو انت بتشتغل على كامبين لسه مش عارف ليها اساس او مش عارف ليها تسعير معين او لسه بتشتغل في المجال، فمن الافضل ان انت بتسيب الجزء هنا في ترشيح جوجل نفسه كسلكت دايركتلي استراتيجي. طب هنا في البودجت طبعا بنعتمد على البودجت اللي احنا المفروض شغالين عليها وعارفين ان احنا هنصرف في جوجل ادز قد ايه، وبنفولو اب مع البودجت دي لحد ما تشتغل، لحد ما نشوف نتائجها ونشوف هل هتأدي بينا بشكل كبير وهتدينا نتائج، ولا هنحتاج بعدها نعلي في البودجت على حسب طبعا قوة المنافسة والبروجكت اللي شغالين عليه. طيب هنا بنيجي في جزء البيدنج، يا اما بنشتغل على الكليكس يا اما بنشتغل على امبريشن شير. طبعا الافضل لينا ان احنا نشتغل على الجزء بتاع الكليكس. طب هل هنا هنشتغل على زيت ماكسيمم كوست ولا احط الكوست بنفسي؟ لا، انا المفروض بشتغل على الاستراتيجي دايركتري وبشوف الماكسيمم كليك بالنسبه لي بتوديني فين، وده يعتمد في الاخر على الكيوردز اللي انا حاططها وكل كلمه المفروض هتوديني لفين، وبناء على الكليكس ببتدي اتعامل. طب انا بسيبها بعد كده ماكسيمم كليك وبشيطها زي ما هي علشان العب على الكليك الاعلى وابتدي اشتغل عليها، ولا الماكسيمم كونفرجن ولا الكونفرجن فاليو ولا الكونفرجن؟ لا، انا بسيبها على الماكسيمم كليكس علشان اوصل لنتائج كويسه جدا جدا. طيب ده بالنسبه لي من افضل الطرق اللي بشتغل بيها كريزلت افضل، لان انا دايما في جوجل لما قلنا بنشتغل على الجزء بتاع الريسيرش قلنا ان احنا بنشتغل في الجزء ده علشان ناخد افضل النتائج، وبنستهدف من جوجل دايما الكلاينت اللي المفروض انه جاي علشان نشتغل معاه في جزء هو انترستد بيه جدا وبروجكت هو انترستد بيه جدا. طيب هل في الجزء ده بنشتغل على الاد روتيشن في جزء معين؟ لا، بنسيب الاوبتمايز شغال عادي جدا وبيبتدي هو يفلتريشن براحته. طيب بعد كده جزء الكونفرجن بنسيبها برضو زي ما هي عادي جدا، وبنكمل بعد كده نكست عشان نروح للجزء بتاع السيرش كامبين او النيتورك بتاعت الكامبين. طب احنا من الافضل لينا طبعا شغلنا على السيرش نيتورك لو احنا بنبتدي نشتغل في الاول علشان الاوبجيكتيف بتاعتنا تكمل زي ما هي، احنا محتاجين العميل اللي جاي من السيرش اللي هو اصلا انترستد جدا بينا. طيب برضو بقيه الاجزاء دي بسيبها زي ما هي وبكمل على المفروض الجزء بتاع التارجت. طبعا انا اصلا مش محتاج مصر، لا انا محتاج الجزء اللي انا اشتغلت عليه واللي هو احنا كنا بندور على ايه الخليج والناس اللي موجوده في الخليج، وبندخل اللوكيشن سبايك. طب هل في اللانجوج اختار الجزء بتاع العربي ولا انجليش؟ طيب انا في الجزء بتاع اللانجوج بسيبها المفروض انجليش وعربي علشان المفروض ان انا اشتغل عليها في الدول دي عربي وانجليش، عشان دول فيها ناس غريبة كتير، ما يجيلكش ناس انترستد بحاجة مختلفة، ما يجيلكش ناس مش لانجوج مختلفة، وتفضل انت محافظ على الكواليتي، لان هنا الاوبجكت بتاعتنا ان احنا نطلع بالكواليتي الكويس. طبعا هنا ببتدي اشتغل على الجزء بتاع الريال استيت والناس انترستد بالريال استيت والناس انترستد بالهاوس، علشان دي المفروض الكاتيجوريز اللي انا بشتغل عليها والاجزاء اللي انا بسبورت فيها، ودي الاجزاء اللي انا المفروض بسبورت فيها حتى ككيوردز وبشتغل عليها بشكل كبير. طيب هنا طبعا لو كتبنا العقارات علشان اشوف الريزلت الطالعه، انا ابارتمنت وابارتمنت دي برضو فور سيل، والماركت سيجمنت برضو دي حاجات جوه الماركت سيجمنت، وبشوف الجزء بتاع هل انا في جزئي كتارجت ولا بسيبها زي ما هي اوبزرفيشن، لا بسيبها زي ما هي وبكمل بعد كده الكامبين بتاعتي عادي. وجزء السكادول طبعا مهم ان انا اشوف السكادول بتاعي الكامبين ايه، بسيبها مفتوحه عادي زي ما هي وبكمل في الاد سكادول اول دي عادي برضو، وبكمل عادي دايناميك كاعلان دايناميك
برضه بسيب الامور بتاعت السيتنج زي ما هي، وطبعا بخليها زي ما هي يوزنج جوجل اندكس ماي ويب سايت، تمام. وبعد كده بكمل بقيه الشغل بتاعي عادي جدا زي ما احنا في الكامبين يو ار ال وما الى ذلك. وده كان الجزء بتاع النيتورك علشان نكمل بعد كده بقيه شغلنا على جزء الكيوردز بتاع الكامبين.